ورد في الحديث الشريف: مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. العلماء الأتقياء، العلماء الزهاد، العلماء الذين ينتهجون مناهج الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء العلماء مدادهم يعني الحبر الذي يكتبون به فضل في العديد من الأحاديث الشريفة على دماء الشهداء. ومن أسباب ذلك أنه عادة العلماء الأتقياء الزهاد هم الذين في طول التاريخ أنقذوا البلاد والعباد من فساد العقيدة وفساد الأخلاق، هم الذين صاروا سببا لمواصلة رسالة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام في البشر وفي بلاد الله. ولذا كان مدادهم الذي يكتبون به ما ينقذ الناس في دنياهم وآخرتهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة كان أفضل من دماء الشهداء، على مال دماء الشهداء من المرتبة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى.